السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما والناس العزاز عليكم. لي لايك والتعاليق والبارطاج فضلا وليس امرا، وغندوزو الموضوع. واحد الاوديو خطير اللي وصلني، علاش المفرقع غابر هادي يومين؟ علاش المفرقع ما صورش في القناة ديالو؟ وانتم عارفين المفرقع كيموت على الريال، ما كرهش يحط 100 فيديو في النهار. كيفاش المفرقع ما صورش هادي يومين؟ فين غابر؟ اشنو واقع؟ هادشي كامل غنشرح لكم الاوديو اللي جاني بالتفصيل. ولكن قبل ما ندوز الاوديو غنضرب واحد الموضوع على النقافات اللي خارجين دابا كيهاجمونا اصحاب الكلاب الضاله. اللي قال لك حق يسرى راه غير مغتصبه، راه ما مغتصباش يسرى، وبنتها غير شوهتها. واخا الخبره الطبيه بينات على ان البنت راه مغتصبه مشرشمه، خرج ما كيقول لك لا البنت راه غير مغتصبه، واخا مغتصبه في الواقع عذراء اليوتيوب. مسمينا يسرى عذراء اليوتيوب، شو السميه اللي عطاوها؟ عذراء اليوتيوب وكيلحنوها. والمشكله شو الكارثه العظمى، كانوا دايرين لايف في قناتهم، طلعت معاهم وحده قالت لهم حنا في 2022 موضوع اغتصاب عادي، ماشي شي حاجه، واخا البنت تغتصب عادي، حنا تغتصبنا. وهي تنطق اللي دايره اللايف، ديك الشارفه اللي كضرب الطاسه ولا الروج اللي كدير اللايفات مع الجوج الليل الفوق بحال الجنيه، هذه قالت لهم وكاملين تغتصبنا بالصراحه، كاملين كتعترف براسها، كتفتخر براسها. وانا قلت في خاطري شوف دابا هادو حتى الشرف ديالهم ما دافعوش عليه، حس بالله غيدافع على رويدا ستيل على الشرف ديالها، وتجي مغيره على الشرف ديالها يبغي يجيبوا لها حقها. قلت سوق مخاوي هادو، اصلا راه ماشي عام مختصين، هادو راه موقع مختص بالرجال اللي كيقولوا هاد الهضره، وانا نخرج من عندهم. المهم دابا غندوز معكم الاوديو واشنو فيه وعلاش نفرقع غابر هاد الغبره. واخا الفيديو اللي حطات بنتو راه قديم، وستوري عندها كانت في انستغرام، دوك ستوري ديال داك الفيديو، يعني داك الفيديو قديم. المفرقع البارح نوضها صباط وهو السريعة، نوضوها صباط على قضية الشيكات اللي سينا السريعة على البياض. المفرقة قال لك ان لعبون غير ضحوكي، ما كاش داير معاك انك غدير لي الشيكات. قالت لي السريعة نو 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 يا حبيبي، دخل الحمام ماشي بحال خروجه، وانا مثقفة ما يمكنش غادي نسمح فلوسي، انا ماشي هي السعاد غادي تضحك عليا كيما ضحكتي عليها تايا، خصني نضمن مستقبلي، وهادشي علاش هي جاية اصلا. المفرقة ما عجبوش الحال، حيت المفرقع راه قيسي في قزيبتو ما قاسيش الفلوس، والشرف ديالو باع في اليوتيوب. حسب لك السريعة جمعت لي حبل وبونت، ولكن شوف قال لك فلوس للبن كيدي مزعطور. عيتي المفرقع ما تجمع، عيتي ما دير، هاهي غتكشطك وتزيد حنين. والمشكلة حافظة عليك أسرار، ما تقشد وخا ديرلك فلوسك ما تقدرش تخرج تفضحها، تفضح فيها تا زبلتك أكثر منها هي. ما علينا، منوضين على هاد المشكل. طاحت السريعة داوها للسبيطار في الليل، جاها مرت نزيف ولا جاها انهيار عصبي، المهم داوها للسبيطار البارح في الليل، راه نايضة عندهم، هادشي علاش ما مصورنش. واليوم اشنو كانوا كيديروا اليوم؟ مشاو عند شي واحد كيقلبوا بالك على شي واحد يكون فقير، اللي غير لاصقوا فيه التهمة مقابل الفلوس، يعطيه واحد المبلغ ديال المال ويقول يعترف انك انت هو مول الفعلة. شوفوا الخطة ديال السريعة الجهنمية، صيفطاتني حنا القضية ديال الحجرة للعود باش نبقاو ملاهين بها صحاب القنوات، وتمشي تخدم في الخفاء. قالك شي واحد غادي يجيبوه فقير يخلصوه هادي، ويقول لك تكلفوا بعائلتك، ولكن غادي تعرف انك انت هو اللي اغتصبتي داك اللاج، وان يسرى هي غادي تعترف بك انت، وغدوز واحد العقوبه ديال السجنيه، والفلوس راح تهلا في داركم وداك الشيء. ولكن نساو هما الكوليغ المفرقع المبطبط، نسى ان الخبره الطبيه متطوره عندنا، وراه يجيبوك شي قاضي اللي اغتصب البنت يجي يعرفوا ديال من بلا ما تبقى تلعب مع تقول خبرة طبية غنجي فلان ما صبعي ما ودني ما هادي، داكشي غنساها الفرقة. دخلتي المسقي راك دخلتي المسقي دابا، شحال هاد كتضحك معانا حنا في اليوتيوب او القنوات غتهاجمهم، راه قاضي التحقيق حنين. يوم ما ادراك ما قاضي التحقيق، عاد دير لي كوش ملي تكون غادي. الله الا قال لك غادي نجيب واحد نكريه هادي، تحب راسك كتمثل شي مسرحية والله يا حنين. ملي غيزيدو الدريه زيدو يسرى تلقى مع قاضي التحقيق راه ما اعترفات بالزمنة، تقول شكون هذا مول الفعلة، ولو يكون لو تكون السريعة تقول لهم السريعة جيبوها ليا راه هي مولات الفعلة. ديك الساعة قاضي التحقيق ما بقى لا نكير لا سيدي زكري، يجبدوك يجبدوك، ما كاينش ما كيقتلوني نعاك لا بالسريعة ملي كيجيو عندي. بزاف عليكم بعدو من البنت واخا مغتصبة خصنا نشجعوها، وحنا ما قلنا والو، انتوما اللي خرجتو هاد الموضوع ديال الاغتصاب في الاول، وانتوما اللي كتشوهوا فيها. ها حجرة ديال بيل، ها صباع، ها ودنة، ها رجلة. ولكن السريعة انتقمت منكم في الصراحة، انتقمت منكم شر انتقام، شوف واش عرفوا السريعة، حنا راه زاد على السريعة. واخا كتعطينا الميساجات بالفيديوهات ديالهم، قالت لهم قولوا الحجرة ديال العود،
والحصه ديال العود الشعار ديالو هو العوده بابا العوده بابا، زعما كتقول لنا السريعه ها هو الفرقع راه هو مول الفعل، دوزولي دوزولي راه هو مول الفعل عطيو للراس، كتحرشنا عليه السريعه بطريقه غير مباشره، عطيو للمفرقع للراس هو عاد بان راه مطور. يلا هي كتصوت بعصاتك المفرقع، والله الا كنعطيوك على الراس بعصاتك. وكنقول انا كيفاش المفرقع سينا الشيكات وما غياجه ما والو، مفرقع على الفلوس ما خصك تعيش فيهم. الساعه كي كتسحب راسك لاعب ضحوكي حساب لك السوعات غدوز على الدكاكه. اه والله وحنيني هادي غتخليك تبعد تمشي عريان بلا قرصون بلا سروال، تمشي عريان زبط في الزنقه السريعه، ما غتمشي غتخليك عريان في الزنقه ديال غوت السريعه ديات لي رزقي. المشكله الوجه المشكله اللي خرجتي من اليوتيوب المفرقع داو لك فلوسك وخرجتي من اليوتيوب، والمشكلة حتى واحد ما يقبل عليك يخدمك، مشوه في اليوتيوب معروف مدلول معروف ما عندكش نفس ديال اليوتيوب، حتى واحد ما يقبل يخدمك في الواقع. هادشي عارف المواقع ومرونها، اما في الواقع يعلم الله ممكن تمشي شركة كون راك ديما مدابز الباترونات ومدابز الخدامة ومدابز اودي. والله قسم هاد الأسرة راه بزاف اخوتي، هاد الأسرة راه الخيال العلمي. انا بعدا كنبقى نشوف كنشغل نشوف 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 حتى كنبدا نضحك نقول صافي العفو لا مع هاد العائلة انا بدا طيح زيت مع الراية البيضاء. من نهار دخلت لهاد السريعة الله يستر زلط انا غوز تيك انا غوز تيك حل بغاني انا بغاك تي نفس عاد قالت له انت بواله انت بلتي عليه انت درتي. واش هاد النيفو وصلنا ليه عباد الله؟ واش هاد النيفو؟ واش اليوتيوب المغربي ماشي راه بهدلتو اليوتيوب المغربي؟ ملي ولا الراجل كيخرج الاسرار ديال بيت النعاس ديالو يمشي عند هادي هاد المبطبط هاد المفرقع هذا راه غلب ساعي البريد بتوصل الهضره. والله قاسم ترى غلبتي الويفي طيب كتمشي طياره توصل الهضره، كيمشي عند سعاد كيقول لها هذيك راه بواله راه بالت عليا ما عنديش معاها، كيمشي عاوتاني عند لوب ناش كيقول لها زرقاء وعند بحال الغابة خانزة من يوض الحرام يا خانزة من تبع في التليفون عطيني بوسة عطيني بوسة تبوسك لفعة بوسة 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 عاد صغاري تي مبطبط عندك 15 عام باغي بوسة واخ شغل تبوس اش غتبوس هاد سعاد واش فيك ميت بياس اخويا انت واش كدير قزيبه مرسومه لك في وجهك اش غتبوس سعاد مسكينه واش كلك جلافط عطيني بوسه قال لك شويه باغي لها جاتو غير من الزروالي اه كتمشي معاه القهوه كيديرو كدار العزله هذيك باقا في الدمه ديالي ويوض الحرام من في عيلك. دابا عاد بانت لك سعاد باقا في الدمه ديالك في العواشر العيد المدرسه الدراري تصير عليهم ديك الساعه مبانش لك ولادك ولا ما عندهمش المصاصات اللي غيطلعوا لك المشاهدات بحال دوك بحال دوك الثلاجات اللي عندك مست في ثلاثه يطلعوا لك المشاهدات. الدراري نتاك حيت ما عندهمش المصاصات ما صيفط لهم ما تصرف عليهم المفرقع خليهم منهم لمهم سعاد ديك الساعه خايبه. ومن اللي كنت يا ولد الحرام شوف ولو حق الله العظيم اخوتي الزلط راه شوفي الا مزوجه بشي بركابي خلي بوه مزلوط ما تقوليش نخدم عليه ونعاونو ونطلعو، خلي بوه مزدوط الله يعاونو ما يخرج في الزنقه يسعى ويجيب لك ما تاكلي. المهم انت تاكلي وتشربي وخليه هو يضرب التمر حيت كاين شي بركابي ولا رجال شي وحدين بحال هاد المفرقع هذا ما فيه الثيق. هانتم خدمت عليه السوعات كان يدير على الطابليه ويغسل المويانات ويغسل الكويسات ويقلي لها الحوت دخل شويه الفلوس من الادسنس سخنوا عليه جنابو ناض رمى سعاد قال له ولا نسى العشره وكلشي مشى قال جاب السريعه والثقافه وتبدلنا الله يدوم علينا نعمه. يا ربي يا ربي دعيو المشاهدين شي فاتحه في هذه العشيه يا ربي حبسوا اليوتيوب المغربي يا ربي حبسوا عليهم خلاص من المغرب من يوجبد ما يبقى يدور شوفوا غتلقاو تلقاو غير قنوات ديال الطبخ قليلين في القناه ديال الطبخ كلنا غنرجعوا للتلفازه اليوتيوب المغربي غيتشطب يقطع عليه مع الخلاص حيت راه هادشي راه بزاف راه الخيال العلمي. راه تقعد تحشمي تقولي لي انا مغربيه بغيت تشوف هادي كيديروا تحشمي. دابا تجي عندك مع شي واحد يقول لك اشرح لي هاد اليوتيوب شنو كتقول هاد القناه شنو كتقول على اسره مغربيه اشنو غتقول عليها ملي غتبداها ومني غتكملها هادي تعاود عليها يقول لك مستحيل مراه تزوجت بواحد طلقها من بعد من بعد رجعوا وياها داها الاوتيل داها الاوتيل دوزو شهر العسل من بعد بنته صدقات مغتصبة وحنا بلان قال الصبع
يعني يقولك حبس حبس اخويا ستوب ستوب سيتوب سيتوب ريسيترو اون جامي اونتوندي كوم اون جامي اونتوندي كوم سا او لا لا كي ليستوار دو ميرد. شوف اولا المشاهدين شوفوا راه خاصهم يديروا لهم شي حل بصراحه وحق الله العظيم لهذا الشيء بزاف. خاص يكون شي قانون ديال اليوتيوب، عندك شي ديبلوم ضد داك المحتوى اللي عندك، عندك ما عندك والو سير تكمش بحالك تم اللي مكان الخير بحال الجهله ديال البعراويه هي هذيك اول وحده خاصهم يحاربوها من اليوتيوب. فيروسة اليوتيوب هذيك وحق الله العظيم اش غتتبعوا فيها واش ما عرفتش المحتوى هذه اللي باديه لكم اليوتيوب داخلها بالمصانع عباد الله من النهار الاول فينك عاد باغي تفرج فيها ودير الافاده فينك يا حامي تمط بصيصه من هنا فينك اجي لهنا حرام داو لي رصتي مهمتي تسخف هذا هو المحتوى ديالها دوزت زاد الحبس على كورونا هي خرجت دابا ثاني كتعاير ولات كتعاير الميت والحيين دابا مابقاش كتراعي عركب داك الفم ديال ميك والله الا كنا خلي ولادك السنان عندها بحال المدرات كما كانت شحال هادي هذوك السنان راه الزلط اش كنقول لكم شوفوا الزلط راه رحمه وحق الله العظيم راه ما خاصش يكون بنادم عنده الفلوس كان شي وحدين راه هو ربي خلق مزاليط لان معاف لا غيسهل لهم لا غيعود يحط له بنادم بحال هاد البعراويه كانت تبيع شويه البيض شويه البيض وشويه البقوله وشويه اللبن وشويه الحليب كانت كتفوج علينا عاد خلت الريالات سمعت طوابقة ناطت لنا في اليوتيوب تلقى لك انتقاد ما كاينش كورونا ما كايناش ركبت داك الفم ديال ميكا وداك البيروكا واكثر من حميد عومات ليكم عريان يلا اش بقى شوفوا كتب لها كتضحك ضحكنا شويه فوتنا شويه تحياتي لكم اخوتي تهلاو في راسكم وكثروا التعاليق والبارطاج.